الجمهور ملي الفرقه ما كتكونش في المستوى او ما كدورش، راه كيتلام الجميع، كيتلام المدرب هو طبيعة الحال الوحيد تحمل مسؤوليتي او اللاعبين. ولكن راه عندك لاعبين اللي ما تكونوش في فريق الوداد، لاعبين اللي المستوى كان، وكنا صبرنا على واحد المجموعه تاع اللاعبين، منهم صحيح. الطوشي، منهم اللي وصال، منهم عطوشي تبارك الله راه دابا كيلعب محترف راه بخير وعلى منهم الكرتي، منهم واحد المجموعه تاع اللاعبين، منهم كوني، منهم فابريس، منهم هذا اللي مشات ايفونا ايفونا، راه واحد المجموعه اللي راه ما جاتش الوداد ومن ورايا في العام الثاني دات البطوله مع طوشاك. رحنا هيئنا فرقه فيها يوسف الرباح، وهيئنا فيها واحد المجموعه تاع لاعبين تاعش اللي يلعب. السنه الاخرى جاء مدرب ولقى فرقه لقى الفرقه مجموعه ومهيئه وفاز فيها بالبطوله، ولكن كانت الامكانيات. راه خصو ينسى، ما ينساش هذا المحب بانه هذا العبد المذنب اللي قدامه الشريف راه خدم فابور، راه كان سال الوداد 177 مليون وما عمرني بغيت نقولها. لا شي ما عارفينوش. لا خصو يعرف هذا المحب اللي تيقول الشريف بانه انا غنقولها ليه من هذا المنبر 177 مليون في الكونترا عندي وما توصلتش بها عام ونص، وكانت الوداد هي اللي في العقد، هي اللي فسخت العقد من جهه واحده، ونظرا لانه فريق ديالي سنيت في الجامعه عام ونص وانا كنتسنى، ودخل رئيس الجامعه يعني وتوصلت ب 50 الف ناخذ اتصال اخر مساء النور. توصلت ب 6 شهور وسمحت في 127 مليون لنادي الوداد، لانه عائلتي انا ما يمكنش نتابع فرقتي في الفريق ديالي في القضاء وفي الجامعه او لا في لاطاس. وي معايا سيدي، اسمعني لازلت على فرقتي.